تلفتني وجاي تسأل ما تلفناي، وانا البردان جيتك ما تلفناي، بهول من ريتي يطلع ما تلفناي، عزفهن بتش شماتي علي. نص من قاعة نحصدها ونص تحيل، نص من قاعة نحصدها ونص تحيل، الحجر من قمت اسولف له نصت حيل، الدول من شافت بلادي نصت حيل، انحنت حنية الفاقد راس خيه. اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الشعري ضفاف الشعر، حلقة متجددة من على ضفاف دجلة الخالد، وضيف جديد في برنامجكم ضفاف الشعر لهذا اليوم. ضيفنا لهذا اليوم شاعر شاب له بصمته في الساحة الشعرية، استطاع أن يخط له خطا شعريا تميز به. هو صاحب المحاورة الشهيرة الذي أطلقها في المنطقة الغربية، والذي ابتدأ بها قائلا: دار الجفوه هلي ما سير ودبيها، من يوم شالوا دوت وانكسر ودبيها، الديره تهنى بعجل يا صاح ودبيها، نوح وعويل وغثى واه ونين وحدي، واخبرهم الضيم حد سيف وبدليل وحدي، حقي حقي اشق زيجي وامشي بهالزمان وحدي، دار الموده القبل ما ظال ودبيها، دار المودة القبل ما ظال ودبيها. أهلا وسهلا بك الأستاذ راكان الجبوري، ضيفا عزيزا من على شاشة الموصلية وبرنامج ضفاف الشعر. حياك الله أستاذ محمد، وحيا الله السادة المشاهدين وجمهور الشعر الشعبي وجمهورنا طبعا بالموصل، وأنا سعيد جدا أن أكون بعد هذا الانقطاع وتكون الإطلالة الأولى على جمهور الشعر الشعبي من خلال شاشة قناة الموصلية الفضائية. أهلا وسهلا بك أستاذ راكان مجددا ضيفا عزيزا. اليوم ضفاف الشعر هو الانطلاقة الأولى إن شاء الله بعد هذا الانقطاع والثلاث سنين العجاف عن الحركة الشعرية. أهلا وسهلا بك أبو علاوي. حياك الله. أبو علاوي، حدثنا عن الشعر، عن الحركة الشعرية بعد العودة للمدينة، مدينة الموصل، هذه العودة التي سريعة رجعت الحركة الشعرية أبو علي. والله أكيد ترجع سريعة طبعا بهمة شعرائنا، طبعا عندنا شعراء مميزين، نعم، شعراء شباب وشعراءنا الرواد جاي يشتغلون يعني، وجاي يعملون ليل ونهار يعني، حتى يوصلون الشعر الشعبي ويوصلون للعالم أنه بعد محافظة نينة وبعدها بخير، وبعدها تكتب الشعر وبعدها تحب الحياة. أكيد محافظتنا تنفس الشعر إن شاء الله. أكيد أكيد أكيد. الموصل تنكسف شمسها ولا تغيب. أبو علي، مؤخرا كان عندنا نشاطات شعرية، مهرجان شعري، وجاري التحضير لمهرجان قطري. صحيح. في الموصل، حدثنا عن هذا المهرجان الأخير الذي أقامته جمعية الأدباء الشعبية. طبعا احنا في كل يوم سبت عندنا أمسية، الأسبوع أمسية، إما تكون أمسية أو تكون أسبوعها يعني، نعم، حسب التوقيت اللي يختارون الشعراء والهيئة الإدارية بالجمعية. فكل سبت عندنا نشاط، من ضمن هاي النشاطات يعني كان عندنا مهرجان شعري، وحضور مميز يعني، وحضور يفرح ويبشر بالخير يعني، أنه بعد جمهور الشعر موجودين والذائقة الشعرية موجودة والشعراء أيضا موجودين ويكتبون الشعر ويكتبون كل شيء هو جديد. طبعا هذا المهرجان كان به شعراءنا الشباب وشعراءنا الرواد، ومزيج حلو وجميل من شعراء مدينة الموصل. صحيح. الكل شاركوا به. صحيح. استاذ راكان، والحضور كان غفير طبعا. طبعا اكيد اكيد. اليوم الشعر ان شاء الله نقدر نقول بخير محافظة نينوى. بخير الحمد لله. طبعا انا قلت لك بهمة شعراءنا يعني، شعراءنا حلوين، خاصة الشباب الجدد اللي جايين على الاتحاد يعني، جايين ومندفعين وعدهم كتابات حلوة. وكتاباتهم ملموسة. وتأمل بيهم خير إن شاء الله. وذائقتنا يعني الشعرية بعد الذائقة أكيد، والذائقة يعني راقية، ويعني من الصعب أنت
أن توصل قصيدة لذائقة الموصل يعني. نعم نعم. دواقة خطرين. جمهور صعب. صحيح صحيح صحيح. أستاذ راكان، على طاري الجمهور والقصائد، بماذا نستفتح؟ والله الخيار لك طبعا. احنا قلنا بعد هذا الـ الـ الانقطاع فقصيدة نوعا ما عتاب وشكوى، خلينا نقول من شقوا أوراق الشمس، الليل حضر دفتر، ومن ردنا من عند درس من دم نجاب المحبر. من شقوا أوراق الشمس، الليل حضر دفتر، ومن ردنا من عند درس من دم نجاب المحبر. وبإذني حاجان بهمس، لا تحكي يمها على العرس، المات بنها والأمس جيب لها طار المقبرة. بإذني حاجان بهمس، لا تحكي يمها على العرس، المات بنها والأمس جيب لها طار المقبرة. وحدي بقيت بنص وطن، بنص وطن خضر السيف بمنحر، وانا انتظر من الساعة سبعة من العمر. الوطن خاض المعركة وانا انتظر. ها يا وطن شايمت اشوفك منتصر. الوطن خاض المعركة وانا انتظر. ها يا وطن امنيت اشوفك منتصر. ايقظ سيوف النائمين فانهم ناموا وعافوا شعب كل ساعة يحفر لقبر. وازدح وكبر فالمآذن لا تفي، الشك كبير ويا وطن وصلت قماشك تحتضر. يا وطن لما تنتخي، يا وطن لما تنتخي نفرش لك الدنيا زلم، ونرخص احنا لحضرتك كل المبادئ والقيم. شو هسه صرنا بعازتك، شو هسه صرنا بعازتك، شاليش تتركنا بخيم. الله سلامتكم. الله عليك ابو علاوي، قصيده رائعه. الله يسلمك ويحفظك. صح الله الدنك. بارك استخدمت بها فن الملمع ودخلت بها الفصيح، يعني حتى نوع ما تجديد يصير بها. الله عليك، رائع ابو علاوي. سلمك ما عليك زود. رائع رائع بكل ما تكتبه ابو علي. الله يسلمك. اليوم القصيده تحمل واقع، تحمل معاناه الشعر. هي اكيد الشعر قضية اليوم. أكيد، يعني قبل كنا نكتب من وحي الخيال. نعم. فهسه واقع، يعني واقع حال، ويعرفونه حتى السادة المشاهدين أنه هذا كله حقائق. نعم. أبو علي، القصيدة الوطنية بالذات تكون قصيدة يعني واقعية تعبر أكيد. عن يعني معاناة شعب، معاناة. أنت تكتب القصيدة يعني حتى تنقل معاناة، يعني مو بس معاناتك أنت. نعم. أنت بقصيدتك مو معاناتك أنت، يعني هاي القصيدة تنطبق على آلاف. نعم. من الناس بس ما يقدرون يعبرون بها بشعر. نعم. فإحنا نعبرها بطريقتنا وهي الشعر الشعبي. هو هذا اللي يخلي الشاعر يصل إلى قلوب الناس. صحيح. ربما تقرأ قصيدة وجدانية أو وطنية، الأحد الجمهور يحسك كاتبها علي يعني. صحيح. فهذا هو اللي يوصل. وأحد شعرانا العظام يقول القصيدة تكتبني ولا أكتبها، يعني أكو قصائد صحيح يعني تجبرك فعلا. أو هي تكتبك أنه أنت يعني هاي حالة يعني ملموسة وصايرة، أنه أنت عندما تجي تقضب القلم والدفتر حتى تكتب قصيدة أنت. نعم. تقدر تكتب. نعم. بس راح تطلع بمستوى المطلوب. آه. ما تطلع، بينما إذا جتك القصيدة هي تقول لك اكتبني. هذا الحكي بالمطلع، هي تقول لك اكتبني. نعم. القصيدة انتهت، يعني خلاص هي جايتك قصيدة كاملة وتقول لك هذا بس نزلني على الدفتر. الله. خلاص. وهذه تطلع طبعا من أروع القصائد هذه. أكيد القصيدة يعني. أكيد هي جايتك طوعا الواقعية. القصيدة. نعم. طوعا جايتك. نعم نعم. فأكيد راح تطلع حلوة. كلك شعر أبو علي. ما علي. رائع رائع. ربي يحفظك أبو علي. نتحدث شوي عن الحركة، عن الجمعية، عن الشعر بالموصل. والله جمعية الأدباء الشعبيين بالموصل طبعا. نعم. واللي يرأسها الأستاذ الكبير خلفا للراحل الكبير أستاذ يحيى عباس الله يرحمه، أستاذ إبراهيم السليفاني طبعا. نعم. وأعضاء الهيئة الإدارية طبعا والأعضاء العاملين الشعراء. نعم. يعني ما شاء الله بخير، وطبعا مستمرين، قلت لك احنا الشعراء مستمرين بعطائهم ومستمرين بكتاباتهم، وقلت لك أماسي موجودة، تواصل موجود، احتكاك موجود، مهرجانات موجودة. نعم. تحضير المهرجانات قطرية إن شاء الله،
عدا هذا الشيء أنه جمعية الأدباء الشعبيين ضافت فقرة وهي التمثيل. نعم، فقسم مسرحيون. يعني قسم مسرحيون، فهاي يعني يمكن هاي أول جمعية تضيف هاي الفقرة طبعا، وهي وصارت فقرة ناجحة إن شاء الله. نعم إن شاء الله، ونتأمل خير إن شاء الله، القادم أفضل راح يكون إن شاء الله. الحديث بقية معاك أبو علي فرمان. إن شاء الله نكمل بعد فاصل. مشاهدين الكرام، فاصل قصير وراجعين لكم إن شاء الله، فلا تذهبوا بعيدا. اهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في هذه العوده مع شاعرنا الكبير الاستاذ ركان الجبوري. حياك الله ابو علي. تحدثنا عن الشعر وتحدثنا عن الجمهور الشعري اليوم بالموصل، نتحدث عن الشعر اليوم، ما يقتصر على القصيده، ما يقتصر على الشعر مثل الشعر اللي هو الشعر الفصيح يقتصر على القصيده العموديه والنثريه. اليوم الوان الشعر الشعبي واطيافه كثيرة. صحيح. منها الزهيري والعبودية، والقصيدة أيضا تنقسم إلى القصيدة المفتوحة والنص الغنائي. مضبوط. صحيح. حدثنا عن هذه الأطوار، عن هذه التفرعات في الشعر الشعبي. طبعا الشاعر ما يكتب فقط القصيدة أو نعم. العبودية، يعني يكتب النصوص غنائية، يكتب الزهيري، يكتب العتابة، يكتب العبودية، نعم، ويكتب الحداثة طبعا اللي هي قصيدة المفتوحة وقصيدة النثر، ويعني احنا عندنا حتى يكتبون فصحى. أه. اللي هو يدخل باب الملمع. أكيد أكيد إيه، ملمع الشعر طبعا إضافات. نعم، الأبوذية والزهيري اليوم يقول لك الأبوذية تشتهر بجنوب العراق والدارمي في سوق الشيوخ وفي الشطرة. صحيح. وفي الناصرية، هذه اليوم بدأت تتلاشى أستاذ راكان. اليوم الأبوذية لها ذائقة بالموصل، الزهيري اللي هو للغربية صار له ذائقة بالجنوب وبغداد. هذا هو جمال الشعر الشعبي. صحيح، يعني أنت تدري هسه فضائيات وتواصل، طبعا ما عدا الفضائيات أكو. نعم. تواصل بين المحافظات. أه. يعني أكو شعراء يحضرون مهرجانات بالجنوب، وأكو شعراء بالجنوب يحضرون مهرجانات بالموصل خلينا نقول. نعم. أو بتكريت، فهذا احتكاك وتواصل. نعم. فأنت أكيد يعني راح تكتب، يصير لك حافز أنه تكتب، يعني مو بس أبو سوق الشيوخ يكتب دارمي. نعم. أو أبو الناصرية يكتب أبوذية. أه. يعني أنت ابن الموصل يكتب أبوذية. نعم. ابن تكريت يكتب أبوذية. وإبداع، إحنا اليوم نحكي على أبوذية يعني. نجد لمسة الإبداع بيها طبعا. أكيد أكيد إبداع طبعا أكيد. اليوم الزهيري ينكتب بالجنوب وزهيري الغربية. صحيح صحيح. بس هي اللي مشهورة بالزهيري. نعم. الغربية طبعا. نعم نعم، هذا تميز وبداية يعني. صحيح. يعني بشهادتهم هم. أكيد طبعا أكيد. بشهادتهم هم شعرانا بالجنوب، يعني هم يقولون انتم متميزين بالزهيري. نعم استاذ راكان، اليوم الشعر الشعبي هو توحيد يعني للشعب، توحيد ل اكيد الشعر الشعبي له دور، يعني دور كبير في يعني انت ابسط شيء قصائد الوحده الوطنيه. نعم. القصائد اللي تنبذ الطائفيه، يعني احنا كتبنا. نعم. على هاي المواضيع يعني كتابه، مو بس انا يعني كل الشعراء. نعم. كتبوا يعني، ومو بس بالموصل، كل المحافظات، كل العراق طبعا، نبذوا الطائفية ينبذون العنف. فكاتبين للوحدة الوطنية، وقلت لك احنا كنا نروح ونشوف تعاملهم معنا، وهم يجون ويشوفون تعاملنا معهم، تعامل اخوي طبعا، احنا اخوة يعني، هاي حتى الناس تعرف يعني. طبعا الشعر هو المعروف عن الشعر، هو الشعر يجمع ما تفرقه السياسة. اكيد احنا كان ذهاب الى كركوك والى بغداد والى غيرها من المحافظات، وهم ايضا اتونا ضيوفا معززين مكرمين، هم اهل الدار طبعا. طبعا طبعا من يجون اليوم. نظل بخضم هذا الحديث بالشعر اليوم استاذ راكان، ادوات الشاعر، كل شاعر له ادوات بالكتابه، له اجواء بالكتابه، لو انت ضد هذا المبدا انه انت لازم يتوفر لك جو مثالي للكتابه. لا طبعا انا ما يعني ما عندي هيك شيء، يعني انه القصيده شو وقت ما تجيني يعني. انا قلت لك ما اروح ادور للقصيده. نعم. يعني القصيده هي تجيني. فما اقدر ادور للقصيده واقول انا راح اكتب قصيده. قصيده هي تجيني، او تجيني فكره يعني، او موضوع، فتجيني حتى لو المطلع مال القصيدة. آه. بعدين تقدر تكمل عليها، فأنت ما تقدر تقول والله أنا إلا أقعد بغرفة أو إلا أكتب بالليل. آه. أو إلا أطلع أي شيء، هاي ماكو، أنا ما عندي هذا المطلع الشيء. المطلع يجوز يجيك وأنت راكب بسيارة أو أنت ويا أهلك أو أنت يعني كثير قصايد أنا جتني طبعا، أنا بخلال عملي. آه.
قصائد كثيرة جتني. ومستهل القصيدة بعدين وتقدر تكملها. هي تجيك كاملة بعدين أنت تضيف لها تعديلات. نعم. أو تحذف أو تضيف. نعم. هيك. واختيار الوزن طبعاً والقافية. هي تجيك انتهت من أول شطر. نعم. من أول شطر بالقصيدة فرضت عليك الوزن. نعم. والقافية انتهت. وتستمر بالقصيدة. تستمر على هذا الحال. هذه هو طبعاً كل شاعر تبقى وفطنة الشاعر وسبك القصيدة. صحيح. أكيد. استاذ راكان انت معروف عن قصائدك جمالها وترابط الابيات وهاي بشهاده الجمهور والذائقه الشعريه كلها طبعا. ما عليك زوج. شو تسمع مشاهدين قصيده طبعا لجمهورك وانت الخيار لك طبعا. اي سلمك طبعا الجمهور يستاهل وانا قلت لك يعني سعيد ان اطلع على الجمهور من خلال الفضائيه الموصليه. نعم. قصيده وجدانيه. ثقيلة الدنيا صارت وأنا مو حمال علي من المصايب جابت أغربها وصلت بي ساعة من التعب والضيم الجقارة استثقلتها وأعجز أشربها نزلني الزمان وعلى فوق أغراب وعلي استشيخ من الناس أجربها قبل كنت أسحب أنا بكفي من تجبال وهسا انفاس ريتت عاجز أسحبها كنت من نمشي تطلع مرجل بممشاي تقرب لي المراجل وانا اقربها وهسا على الدرب قوة انا جر خطاي وتلدغني السنين بذي العقربة اجن وياي يمشن عوزي والحرمان اجن وياي يمشن عوزي والحرمان ومدرستي در الزنقيل تنطيني شحلاً يا درس وانا بقلم مكسور وانا الوجه كتاب ودمعي يقريني اقدرها علي وضيقة تطلع حيل دنيا بهالحجم هيهات تحويني كبير انا وعلي ترهم عبات الشيوخ بس الشيوخ خمس مو شيخ 90 واذا صدفة عاين بي شبت نار لا تركض بمايك حتى تطفيني هاي النار بردا ما احسها تفور علي قرب جهنم حتى تشويني علي قرب جهنم حتى تشويني. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام في إكمال فقرات برنامجنا ضفاف الشعر وضيف الحلقة الشاعر راكان الجمهوري أهلا وسهلا بكم مجددا أستاذ سهل. راكان حياك الله سلام أستاذ راكان أنت تميزت بكتابة الزهيري وهذا اللون طبعا مثل ما طرقنا ببداية الحلقة أنه لون اشتهرت به المنطقة الغربية صحيح لكن راكان الجمهوري مميز بهذا اللون وكتبت من الزهيري الكثير وكان لك المبادرة في إطلاق مساجلة طبعاً هذه المساجلة كل محافظاتنا الغربية صلاح الدين نينوى الأنبار كتبوا على حذو راكان الجبوري صحيح تكلمنا على الزهيري قليلاً أستاذ راكان ونسمع منك إن شاء الله والله الزهيري لون جميل جداً يعني هو موضوع كبير بس مختصر بسبع أشطر طبعاً نعم والزهيري قلت لك احنا سالفنا قبل أنه المنطقة الغربية تميزت بهذا اللون. أستاذ راكان سمعنا من الزهيريات راكان الجبوري طبعا الجمهور طلبها وزهيرياتك مميزة حاضرين طبعا الجمهور يستاهل زهيريات راح أبدي بدار الجفوه أهلي طبعا نعم. حتى يكون إهداء الوالدي الغالي وإهداء نعم. الأخي وحبيبي صقر تحياتنا لهم طبعا تحياتنا دار الجفوه أهلي دار الجفوه هلي ما سير ودبيه من يوم شالوا دوت وانكسر ودبيه الدير تهنى بعجل يا صاح ودبيها نوح وعويل وغثى وآه ونين وحدي واخبرهم الضيم حط سيفه بدليلي وحدي حق شوف زيجي وعيش بهالزمان او حدي دار المودة القبر ما ضار ودبيها ويا عراق جيت انشدك عز القبر حل وين ولها المصايب عجب اللي اجد حل وين حليت وقتك قبر مو بس حلو
حلوين وضحيت لاجل العرب مو مره واحده مرار. وانت اللي ترفض وانت اللي ترفض لبس ثوب الخفيف امرار يا عراق ولدك شري بوقت المرار امرار مرين وقت الزعل وقت الرضا حلوين. والعين العين تشبح على الدربين منتبه العين تشبح على الدربين منتبه طفله ويتيمة اهل ترجاء منتبه القارنك بالقمر والقال منتبه ينعد غشيم ومع اهل الراي مو راي وكل حرف باسمك يمر بلساني مر آية مستسلماني ورفعت الروح مو راية حرمت عيش بأرض وبلاد منتبه والفرشة شعرها بشمس الفرشة شعرها بشمس والبنت فيل أمها شحسبها أرد أسألك أحسبها فيل أمها اللوم جارح نعم بس عبرة في لومها صانت شرفها وصعد صيت الشرف عثرة والحظها ماشي عدل بس الوقت عثرة اللوم جارح نعم بس عبرة في لومها صانت شرفها وصعد صيت الشرف عثرة والحظها ماشي عدل بس الوقت عثرة العاف اخوته بشقة العاف اخوته بشقة وعاش الزمان برها ينعد خيوط الشمس ما يلضمن هبره الدنيا ما تختلف جوها وبحر وبرها بس البشر يختلف من عنده شفناها وجروح تمطر شفا ما يوم شفناها لما تدخل إله الكون شفناها الكعبة ظلت رمز والهلك في لبره الكعبة ظلت رمز والهلك في لبرة وسلامتكم صح لسانة صح الله أبو علي مبدع سلمة. طبعا اتطرقت للوجداني وللوطني بهذه الزهريات الرائعة أكثر من رائعة أبو علي ربي يسلمك ويحفظك صح لسانك صح الله أبدنك أبو علي أنت شاعر ملم بكل جوانب الشعر الشعبي يسلمك ما عليك زود تكتب القصيدة والأبوذية والزهيرية اليوم الغنائي أستاذ راكان نطرق قليلا إلى النصوص الغنائية ورأيك بالغنائي والله النصوص الغنائية مطلوبة يعني نعم مطلوبة وخاصة بهذا الوقت يعني مطلوبة مثل ما هي مطلوبة القصيدة اللي تعبر عن وحدة العراق وتعبر عن الخوة الحقيقية هي نفس رسالة الشعر أكيد رسالة هي 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 رسالة ومطلوب يعني من كل الشعراء أن يكتبوا فأني أكتب كثير نصوص غنائية نعم وكاتب يعني ومن ضمنها اكو مشاريع يعني طبعا كلماتي راح تغنى طبعا لبعض المطربين طبعا هاي حصريا للموصليه ان شاء الله اكو مشروع غنائي من الشاعر راكان الجمهوري اكيد معه اكيد اكيد احد فنانيننا ان شاء الله اكيد هاي حصريا للموصليه يعني النص الغنائي اليوم استاذ راكان نحكي الجانب الاخر اليوم العالم عدها تحفظات على النصوص الغنائية اللي جاي تنطرق بالساحة الشعرية اليوم القصيدة والأغنية ليست أغنية السبعينات والثمانينات رأيك بهذا بما أنك أنت من يعني محبين النصوص الغنائية وتكتبها بحرفية يعني احنا ما نريد نظلم كل شعرائنا وكل مطربين نعم اكيد اكيد هم اكو البعض واكو القلة القليلة طبعا اللي يختارون الكلمات اللي ما تلائم نعم ذائقة الشارع الموصلي او الشارع العراقي العراقي طبعا والذائقة العراقية فهذا كل من يختار اغاني يعبر بها عن ذوقه هو طبعا. نعم اكيد وبالتالي هو اذا كانت ناجحه او فاشله هو ترجع عليه طبعا نعم ترجع عليه هي او تضره او تفيده اكيد اليوم طبعا احنا نقول لكل قاعده شواذ اكيد بكل المجالات يوجد الصالح والطالح طبعا بالنص الغنائي اليوم عندنا نصوص ما ترتقي الى الاغنيه العراقيه صحيح الاغنيه العريقه ابو علي صحيح 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 اكو نصوص طبعا قلت لك ما تلائم الذائقه العراقيه نعم واكو لا اكو نصوص غنائيه طبعا جميله جدا مبدعين مبدعين طبعا بكتابتها وبغنائها طبعا الاغنيه اليوم الاساس احنا بما انه احنا موضوعنا الشعر اساس الكلمه اليوم انت من تريد تجي تبني بيت او تشيد عماره اساسها هو الأساس طبعاً أساس الأغنية هي الكلمات يعني أنت لازم تحسب حسابك أنه أنت داخل إلى كل بيت عراقي نعم
طبعا فاهم انت ما يصير خاطر ببيت الناس وسوالف سوالف ما تلي. اكيد 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 طبعًا. يعني انت صحيح ما تشوفهم بس هم يشوفونك. خير مثال هذا انتظرت صحيح. استاذ راكان اليوم الاغنيه هي الابنه الاساسيه منها الكلمه. اكيد الكلمه اكيد الكلام طبعا. اكو اغاني ما وصلت يعني لولا كلماتها الرائعه والجميله. طبعا هي البدايه الكلام. نعم. بعدين اللحن بعدين اداء الفنان المطرب اللي يؤديه. هي مكملات طبعا. اكيد هاي كلها مكملات تجي بس البدايه الكلام. ابو علي يحضرك شيء من كتابتك للنصوص الغنائيه؟ والله يحضرني كثير طبعا بس اخر نص غنائي كتبته جديد يعني جديد يقول باكر يرد الامان ونرد لحلى بلادنا وباكر الموصل تنادي الله حي اولادنا باكر بكل الشوارع ننشر الحب والسلام وتخرس الغربان كلها ويصدح اصوات الحمام ايدنا بايد الوطن نعبر الهم والمحن ونمسح دموع الرمادي وتبتسم بغداد باكر يرد الامان ونرد لحلى بلادنا والى اخر الكلام طبعا. حلو ابو علي هاي كوبليهات او من نص غنائي رائع طبعا هي مذاهب وكوبليه ومقاصير رائع رائع ابو علي بكل شيء طبعا انت شاعر لك شعبيتك بالموصل والمنطقه الغربيه اليوم ينذكر اسم راكان الجبوري واحنا كمحافظه نينوى نفتخر بيكم كل شبابنا ربي يسلمك اليوم انتم استطعتوا ان تخطوا لكم طريق اليوم بصمتكم واضحه بالساحه الشعريه طبعا احنا مشينا على ما مشوا قبلنا طبعا اساتذتنا الكبار نعم. يعني امثال ابراهيم السليفاني محمد موسى القاضي صدام السحل وايضا اللي سبقونا من الشباب يعني المبدع النورس رماح الغانم تحياتنا يعني رماح الغانم اسم من هاي الاسماء المهمه نعم. للموصل وكثير من الشعراء الشباب يعني طبعا خلي يعذروني ما تحضرني الاسماء مبدعين كلها. كثيرين كلهم مبدعين طبعا حلقه لا تسعهم هم اسماء كبيره ابو علي نتطرق للمسابقات الشعريه بعد ان شاء الله بعد عوده ان شاء الله نذهب الفاصل واليوم احنا تعبناك بالقراءة بالعكس وضيف عزيز انت يسلمك وان شاء الله من اهل الدار انت ابو علي بارك الله فيك الله يبارك فيك مشاهدينا الكرام نذهب الفاصل وراجعين لكم ان شاء الله نكمل مع شاعرنا الجميل راكان الجبوري الله يسلمك اهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام وهذه العوده من ضفاف الشعر وشاعرنا راكان الجبوري اهلا وسهلا بكم حياك الله اهلا وسهلا بك ابو علي اليوم انت من جيل تعتبر من الشباب من جيل الشباب والله يمكن من الشباب بس ما ادري يمكن شايب يعني كلك شباب ابو علي كلك ابداع ابو علي الجيل والمجايله هذه كل شاعر منا يظهر معه جيل ويتاثر بشعراء سبقوه من هم جيل راكان الجبوري يعني توجز لنا اياهم لانهم كثر وكلهم مبدعون والله يا شعراء طبعا احنا جينا فتره على الجمعيه طبعا شعراء شباب خلي بهذاك الوقت نقول شباب نعم نعم من ضمنهم الشاعر المبدع محمود الاحمد نعم الشاعر بلال العطار نعم الشاعر الراحل ضياء النعيمي نعم. عمر الشرابي الله يرحمه محمد القاسم اسماء يعني اسماء كثيره طبعا شعراء كلهم مميزين ومبدعين نعم. هذا جيل ظهرت سوى وجددت الدماء بالجمعيه جمعيه الشعراء الشعبيين صحيح. وما وصلت الى اليوم طبعا الكل يشهد بهذا يعني انجازكم صحيح طبعا اللي حتى لا نظلم بعض الشباب يعني نعم. اللي لحقونا فتره خلينا نقول نعم. عمر السبعاوي نعم حازم القيروان حازم القيروان شهد جلال اكيد احسنت يعني ذكرتني بهاي الاسماء شهد مغتربنا ان شاء الله هذا احد النوارس اللي كانت بالموصل هو الان في بلاد المهجر شاعر مبدع نوجه له التحيه شهد أكيد جلال اكيد كل التحايا لشهد جلال طبعا شهد جلال شاعر متميز ما يميزه انه من اخوتنا المسيحيين وهو يكتب صحيح. الشعر الشعبي صح تحياتنا له وبعدكم ايضا وهذه مسيره تستمر استاذ راكان هي طبعا هي مسيره جيل يكمل مسيره الجيل اللي سبقه طبعا نعم استاذ راكان من هم المقربين لراكان الجبوري ومن هو الشاعر الذي تاثر به اليوم راكان الجبوري
طبعا أنا ما تأثرت بشاعر يعني معين، يعني نعم. أتأثر بقصيدة. نعم نعم هذا هو الصحيح. أتأثر بالقصيدة طبعا، بس الشعراء اللي أحبهم دائما أسمعهم يعني من الرواد، يعني خلي يعذروني كل روادنا طبعا، هم نعم. كلهم أعلام كلهم كبار، بس هذا تأثر طبعا. دائما أستلذ يعني بسماع الشاعر الكبير محمود عبد العزيز أبراكان طبعا، أوجه له تحية من خلال طبعا هو علم من أعلام الموصل. أما من الشباب يعني صديقي ورفيق دربي رماح الغانم، تحياتنا للنورس، المبدع والكبير والمدرسة صدام السهل، تحياتنا يعني لهم. هذولا طبعا أسماء مهمة بالنسبة لي طبعا، هم أسماء كلها أسماء موصلية كبيرة نفتخر بها احنا. أكيد هم فخر طبعا للموصل، فخر للموصل للشعر الشعبي إن شاء الله. وطبعا هم كلهم اللي بيهم استضافينا، والقادم إن شاء الله نستضيف إن شاء الله، إن شاء الله كلهم يكونون ضيوف يعني بضفاف الشعر. هو ضفاف الشعر منبر للكل إن شاء الله، وكلهم يكونون ويانا بحلقات قادمة إن شاء الله. إن شاء الله أبو علي، الحديث طبعا عن الموصل والشعر حديث ذو شجون، يمكن ساعات ما تكفينا. أكيد أكيد أكيد. اليوم الشعر الشعبي الحمد لله عاد، أكيد يعود إن شاء الله. أكيد أكيد طبعا يعود يعود. قلت لك أنا عندنا شباب وعندنا رواد وعندنا مبدعين. نعم فيعود نعم. الشعر أبو علي، اليوم إحنا متشوقين وراح نتعبك شوية لا بالعكس بالعكس، لا والله تعبكم. وانت همينا اليوم برنامجنا طبعا هو بعد انقطاع 3 سنوات، اليوم نطرح به نتاج شعرانا على مدى 3 سنوات. صحيح. انت شاعر اخذت فرصتك يجوز وما شاء الله عرفت، اليوم شنو رأيك بالبرامج الشعرية والمسابقات؟ يعني اليوم نظرتك للمسابقات الأخيرة اللي بدأت تطفو على الساحة الشعرية. والله هي ضرورة طبعا. نعم. يعني المسابقات يصير حافز عند الشاعر حتى نعم. يكتب، يكون عنده حماس أكثر. نعم. بس احنا البرامج الشعرية اكو برامج كثيرة طبعا، من ضمنها نعم. برنامجكم الرائع طبعا اللي بارك لكم على هاي الخطوة نعم. العظيمة الجبارة. الله يبارك بعمرك، احنا بخدمة بارك يعني لأهالي الموصل. نعم. والجمهور الشعر الشعبي بالموصل من خلال شاشة الفضائية الموصلية. تحياتي. يعني الموصلية دائما سباقة بهاي الأمور طبعا. اليوم أستاذ راكان حدث لك عن المسابقات الشعرية اللي جرت بالسنوات الماضية، يعني نظرة راكان الجبوري للمسابقات الشعرية على مستوى العراق. والله مسابقات حلوة قلت لك، بس هي المشكلة احنا ما نريد نسولف كل السوالف طبعا. لا المسابقات ما كملوها ما كملوها يعني اكو مسابقات انتركت عن نص الطريق وانتركت، يعني راح تعب الشباب، ولا هو مو خسارة عند الشاعر نعم طبعا نعم. لأنه راح وحاول ونافس وظهر ربما أسباب إنتاجية وتوقف للقنوات. العتب أنه على القنوات الفضائية اللي قامت هيك مسابقات نعم نعم. يعني أنت لو تدخل بشغلة تكملها للأخير نعم نعم. لو أترك هاي الشغلة نعم. هاي المسابقات طبعا وقفت الظروف إنتاجية، وأكو مسابقات استمرت وظهرت استمرت كملت صحيح مواهب رائعة، وكان الموصل مشاركة بيها صحيح. أكو طبعا وأكو يعني بيها لجان، بيها وزن، بيها وحدة موضوع نعم، بيها نعم. قافية طبعا، وكلهم اللجنة الموجودة كلهم أساتذة كبار نعم نعم. فماكو شك يعني أنه قدرتهم على هذا الشيء اللي واضعين نفسهم به. بس قلت لك العتب على الفضائية يعني نعم. شوف على اللي داير هاي المسابقة يعني ليش نعم. يخلي هاي المسابقة عن نص وعوفة. نعم هي طبعا صار لغط أنه من جانب تحكيم ومن جانب أنه المسابقات بدأت تظهر وتخفت. أنت من تدخل بشغله يعني لازم تعد العده كامله نعم نعم. حتى تطلع بيها للاخير، خصوصا انك ايه؟ جامع شعراء من 18 محافظه عراقيه صحيح. من كل محافظه عدد لا يستهان به يتحملون عناء الطريق ويدخلون هذه المسابقات. انا قلت لك هو الشاعر ما ينظر يعني نعم. يعني خلي يعرفون انه الشاعر ما ينظر اكيد. الشاعر ظهر وقدم اللي عنده نعم. والجمهور عرفه من خلال هاي المسابقه نعم. بس هي تبقى الجمهور يعني يحب انه تكمل هاي المسابقة حتى نعم. يعرف النتائج نعم. بالتالي الشعر الشعبي هو الشعر الشعبي واصل يعني نعم. مسابقة أكيد. أو غير مسابقة أكيد من خلال واصل. المهرجانات من أكيد. خلال الندوات اللي جاي تصير أستاذ راكان، نسمع منك قصيدة وبعدها نذهب بفاصل إن شاء الله، فماذا تختار لجمهورك؟ تعال اختلت بروحي الموازين، تعال اختلت بروحي الموازين، خلل حتى بمشيتي وعثرة خليت، يلي مخليني أعمب بين خرسان أدور درب ذنهم ما اندليت، لها السبالي صوت وداع وفراق،
لها السبالي صوت وداع وفراق يفززني بكثر ما بالهوى خفيت شني بصف قبر نايم بلياك تخيل يا حلم بالبال حطيت عفت بيا ونين عفت بيا ونين ونوح ايتام حجر مو حسره من انفاس يهديت على ايام ضحكنا وانت وياي بثقلهن انا يوم جفاك ونيت تعال انهتك ستر جروحي بجفاك عشت بين الشماته وما اهتميت كل هذا واكابر من يسالونه قلهم بالحلم وياه تغطيت تعال الروح مهره الهجر خيال اخذ بيده رسنها وما احتجيت ولكن عثرت باول خطى وياها اصيله وعلوفه وياها تربيت تعال الروح مهره الهجر خيال اخذ بيده رسنها وما احتجيت ولكن عثرت باول خطى وياها اصيله وعلوفه وياها تربيت أصيلة وعلوفة وياها تربيت. أبو علي صح لسانك قصيدة رائعة. صح الله بدنك بارك الله فيك. طبعا هي قصيدة وجدانية أنت تطرقت اليوم لكل الألوان. هي مطلوبة نعم الوجداني اليوم الوجداني مطلب جماهيري الوجداني والغزل العالم لها طلب عليه صحيح صحيح أبو علي اليوم الشاعر أكو شاعر يجد نفسه في البرامج الشعرية وأكو شاعر منصة شاعر مهرجان أكو شعراء يجدون نفسهم في الأماسي أبو علي راكان الجبوري أين تجد نفسك والله يعني ما أدري أخاف إذا أقول يقولون مغرور يعني أنا أشوف نفسي بكل وانت الاسد على المنصه الله يسلمك ربي يحفظك طبعا هاي شهاده انا اتركها للجمهور والاخواننا نعم الشعراء طبعا الباقين نعم لكن انت اليوم احنا نحكي لسان حال الجمهور اليوم الذائقه الشعريه راكان الجبوري على المنصه له هيبه ولا رب يسلمك على ما عليك زود والله ما عليك زود طبعا قلت لك والله احنا تعلمنا من الناس اللي سبقونا نعم يعني ولحد الان احنا جاي نتعلم نعم هو يعني الحياة. احنا ما نقول وصلنا للقمه لا بالعكس يمكن انا اعتبر نفسي بعدني باول السلم نعم واعتبر نفسي اصغر شاعر بالاتحاد نعم شعرا وليس يعني عمرا يعني انا يعني بالنسبه لي شعرانا كلهم حلوين ومميزين انت ابو علي صغير عمرا وكبير شعرا ربي يسلمك يحفظك ما عاد يزال احنا طبعا كل الشعراء اللي جاي يجون بعدك وهاي ناس تستفاد من ناس وهذه هي مسيره الحياه اكيد طبعا اكيد احنا قلت لك احنا تعلمنا من الرواد اللي سبقونا نعم. والجيل اللي سبقنا والجيل اللي يجي ورانا يعني هم يتعلم من عندنا هم نعم. ياخذ من عندنا وهاي شيء مستمر اليوم إنسان. المهرجانات ابو علي شو تضيف للشاعر المهرجانات والاحتكاك والاماسي المهرجانات طبعا تضيف للشعراء يعني الكثير وتبين قدرة الشاعر طبعا اثنين تخلي عنده ثقة بنفسه للشاعر طبعا يعني انت تصعد على المنصة وقدامك جمهور يعني ألف أو ألفين شخص يعني يتابعونك وينتظرون منك ايش راح تقول فأنت يعني هاي الرهبة اللي عندك راح تروح شوية شوية طبعا بهاي المهرجانات يعني جوز هو المهرجان يصير عندك ارتباك يصير نعم عندك نعم. خوف يصير عندك ردة فعل بس الثاني الثالث الرابع لا يعني هاي تروح يصير عندك شغلة عادية طبعا بالممارسة هي طبعا هي أكيد أكيد اليوم الإلقاء هو إلقاء ضروري قد تنطل الإلقاء أبو علي إلقاء يعني إلقاء للقصيدة يمكن 50% الإلقاء الكبير عريان السيد خلف يعطي نسبة كبيرة للإلقاء تصل الى 70 ل 80% من القصيده يعني وجهه نظر ونحترمها طبعا نعم. وجهه نظر استاذ عريان اليوم يجوز شاعر كاتب قصيده تحمل الصوره ووحده الموضوع وترابط الابيات لكن الالقاء قد يعم على القصيده وجمالها هي اكيد 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 وهي شيء يكمل شيء طبعا نعم. القصيده يعني كلام ووحده موضوع وتجي ترابط الابيات ترابط الابيات وبعدين يجي الالقاء نعم يعني هي الاخراج خلينا نقول اخراج القصيده انت راح تظهرها للناس هي روح القصيده هي روح القصيده طبعا الالقاء
صحيح. أبو علي، اليوم مهرجاناتنا تحمل مستوى اللي بال الأدباء الشعبيين بالموصل، تلبي الطموح. طبعا احنا تكلمنا عن المحاسن، راح نجي شوية عن التعبير أو التعبير عن السلبيات في موضوع الشعر الشعبي بالموصل، عن الذائقة وعن الشعراء. يعني أنا ذائقة قلت لك، ذائقة خطرة طبعا. نعم. أكو بالموصل. نعم. ذائقة خطرة طبعا، وشعراء جيدين جدا يعني. نعم. شعراء. وين المشكلة طبعا؟ المشكلة هي بالدعم. راح نجي على موضوع الدعم والمبنى. يعني هي هاي المشكلة الحقيقية اللي يعاني منها، يعني يمكن مو بس بالموصل، بكل المحافظات. نعم. ما دعم للحركة الأدبية ماكو. جهود ذاتية هي. كلها جهود ذاتية طبعا، تمويل ذاتي. إقامة المهرجانات تدري مكلفة يعني. نعم. أنت ما تقدر كل شهر تسوي مهرجان، خصوصا إذا كان قطري وإذا كان قطري يراد لك تكريم، يراد لك أجور نقل للشعراء اللي نعم تدعوهم. نعم. اليوم نجي يعني على شجون الشعر وعن هذه المعاناة. أستاذ راكان، اليوم نفتقر إلى الدعم الحكومي، جمعية الأدباء الشعبيين لا تمتلك مبنى، هذه معاناتنا. اليوم المنحة نسيناها بعد ما نطالب بمنحة الشعراء، لكن ما نريد منحة يا أخي، ما نريد، احنا نريد مقر، نريد مكان نجمع به. الشعر اليوم رسالة، اليوم الشعر مثل الشارع. طبعا هذا الشيء يحس فيه أنفسنا، أنه جمعية الأدباء الشعبيين وغيرها من الجمعيات لا تمتلك مقرات حكومية. كلمنا عن هذا الموضوع، وأنا أعرف هذا الموضوع يوجعك أبو علي. يا أخي أنت توازينا نقرأ يعني، والله ما أدري يعني، أنا عندي واحدة من القصائد يعني حتى تخلينا نعاتب الوطن، وعتاب قاسي طبعا يعني من وراء هاي الناس. نعم. اللي انت اليوم الشعر ما له دعم بالموصل. انت عندك موازنة، عندك يا اخي ادعم الحركة الادبية الثقافية. نعم. يعني هيك تقول عذرا للوطن ما اكتب انا اشعار، ولا خلي القوافي تمجد بحال، شنطاني الوطن حتى انا مجد به، اذا شاعر وديب وشغل عمال. عذرا يا وطن لا تزعل انت بهاي، خل احتلو بصدري واكشف الحال، على سلال الشريف تحط علامة فيه، وتركب على الحرام وتترس سلال. إلى آخر القصيدة طبعا. طبعا هاي قصيدة حضرتك على موضوعنا يعني، هو على هاي المواقف اللي يصير، اللي الشغلات اللي جاي يصير قدام. اليوم الشعر الشعبي للأسف في مؤخرة من ناحية الدعم. اليوم احنا نطالب المسؤولين بالمحافظة، انه اكو يقولون اكو لجنة ثقافية ومستشار ثقافي، لازم الدعم لهذه الشريحة من احنا نتامل خير يعني، بعد التحرير نتامل خير يعني، وبعد هاي الاوضاع اللي صارت نتامل خير انه يديرون بالهم شويه يعني، لا تشدير اليوم يابا شويه بس، اريد يعني لا تكثرون الامل. اليوم الثقافه، اليوم ما بس احنا مو بس نحكي عن جمعيه الادباء الشعبيين كوننا شعراء شعبيين، اليوم المثقفين، اليوم الرسامين، اهمال واضح من قبل الجهات المعنيه. والله يا اخي مع الاسف يعني. الله كريم ان شاء الله ابو علي، ان شاء الله احنا تعود بجهود الذاتيه وبجهود الخيرين. طبعا هو الابداع موجود بحاجه الى الدعم، واليوم الماده تلعب دور كبير في الشعر الشعبي في كل المجالات. طبعا ابو علي في اكيد اكيد الثقافية. طبعا اكيد الماده صحيح. نتامل خير ان شاء الله ابو علي. ان شاء الله ان شاء الله، وان شاء الله اكو بارقه امل واكو ضوء في نهايه هذا النفق ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. ابو علي احنا شاكرين حضورك اليوم ويانا، رب يسلمك. راح نصل ان شاء الله الى نهاية برنامجنا، فقرة طبعا هي فقرة اعتاد عليها المشاهدين الكرام، هي فقرة أقرب قصيدة إلى الشاعر إلى الضيف، وتداعيات هذه القصيدة وظروف اللي انكتبت بيها تحكي لنا عنها، بعدين نسمعها حتى تكون مسك ختام يعني حلقتنا. يعني هاي آخر قصيدة، غير راح نقرأ إن شاء الله. أي هاي فقرة أقرب قصيدة إلى قصائد يعني كلهم قريبات إلى قلبي يعني، بس هن اللي أنا من معاناة ومن حقائق يعني. نعم. أكثرها مو من محي الخيال يعني. اليوم أنت ما تعتمد على الخيال بشكل لا أساسي؟ لا يعني أنا قلت لك ظروف أمر بها طبعا، بعدين أترجمها إلى قصيدة. ومن يعني ضمنها أبو علي أكثر من أنصف الفقراء وأكثر من كتب عن الحمد لله الفقر يعني والكادحين. أغلب قصائدي هيك. نسمع أبو علي هذه القصيدة منك. راح أقرأ مقطوعة صغيرة عن النزوح. نعم. إن شاء الله وراها أقرأ هاي القصيدة اللي طالبتني بها. نعم. مشيت وعفت كل شي ببيتنا هناك،
مشيت وعفت كل شي ببيتنا هناك هناك ومن مشيت الكل شي ما خدته طلعت بطرق روح تنازع من الموت وعلى الماء أدري وين الجدم سيرت مشيت وعفت عيني بقصة البيبان ترقب جيت أهلها وبقت تتنطر وعفت فوق السطح مدرش كثر حسرات يمكن من ثقلهم بيتنا تفطر عفت فوق السطح مدرش كثر حسرات يمكن من ثقلهم بيتنا تفطر لذلك من تفطر بيتي صرت بحال قمت أخلط أوزان بصفحة الدفتر ودعت بيت بغرفتي بيت بس ناقص شطر بيت بتكريت حرة والرمادي وبقت بس الحد تحضر حتى من أقرأ أقول أن مكتمل بيت النصر الله عليكم علي والقصيدة القريبة إلى قلبي طبعا من مشيت فوق خطواتك جبل الماء دريت من مشيت فوق خطواتك جبل يا الماء دريت بظهري داسا ما شلت وانحنيت من مشيت بيا قامت تمشي دنيا ما بيها عدالة دنيا مليانة ثكار دنيا بيها الفرحة عيب أو بيها حتى الليل بعده من يمرني براس أشير دنيا ما بيها نوارس بيها ملك الموت حارس كل دقيقة يطب لبيت من مشيت وانا والجرح اللي عفته بقلب شاعر منا طلع كم قصيدة جرح كل ما أذكر اسمة صيح الشمات عيدة وانا عيد أنا عيد ياهو قال لك أنا عيد أنا عاشور ولطم فوق الخدود وأنا صبر أيوب يا الفرقا كدود كافي عود والله ريحة موت شمن بالورود والفراشات الرقيقة استاحشا صار أسود كافي عود أنا وحدي الدنيا مليانة مقابر دنيا بيها إحساس ميت وتعزيه المشاعر واسمع الميتين تحجي هذا كان إنسان شاعر باني أبياتش كثر فوق السطور وما قدر فوق الأرض يبني لبيت ما قدر فوق الأرض يبني لبيت سلامتك صحة لبدنك بارك الله لسانك الله يسلمك قصيدة رائعة تستحق أن تكون قريبة لقلبك هذه القصيدة الله يسلمك يحفظك من ذلك أبو علي قصيدة عن واقع طبعا مبينة وعن معاناة أنا قلت لك هي قصائدي أكثرهن يعني واقع حال يعني يعني ما وحي الخيال عندي قصائد قليلة طبعا اليوم الخيال استخدم الشاعر خيال لكن القصيدة الواقعية هي التي تصل إلى هي كل ما يخرج من القلب يصل إلى القلب أكيد أبو علي أنت كل شيء منك جميل يسلمك وأنت شاعر ترف وشاعر رائع أبو علي الأبوذية اليوم أني جمهورنا وشبابنا طبعا طلبوا الأبوذيات من حضرتك تكون مسك ختام راح أتركك أنت والسادة المشاهدين أي شيء يحضرك وأنا من يمي مشاهدين الكرام أقول لكم في أمان الله ونترك مسك الختام لشاعرنا راكان الجبوري وما يحضره من الأبوذيات ونلتقيكم بحلقات قادمة إن شاء الله تحياتي وتحيات الكادر اللي تعبناهم ويانا اليوم محدثكم محمد الحديدي نلتقي في حلقات قادمة وأبو علي المسك الختام يمك مو بس عام اريدك مدة على العام مو بس عام اريدك مدة على العام واذا خاصم تحسنك مدة على العام قاض انت ومحامي ومدعي العام واريد ضدي انا ارفع قضية انا الماجر رحت خاطر بكى الماي وانا من شدة الامي بكى الماي انا الظنيت من اعطش بك الماي ايش عجب شحيت قبل الماي بي تكيت الربع لكن ما تكوني تكيت الربع لكن ما تكوني وكون تكون علتي ما تكوني تدري شمات بعدك
مات كوني وكواكبها السما ما تنبذيه. لو حرامي حلال العشق يمك، لو حرامي وانا بشاطي غرامك، لو حرامي حرس حضرة جنابك، لو حرامي بقت قلبي وقمت تصرخ علي. ربي يسلمك.